كيفكم ان شاء الله بخير. فيديو اليوم عن اسئلة واجوبة زي ما انتم شايفين تحت في العنوان. قبل اسبوعين نزلت لكم صورة في انستغرام قلت لكم اي زول عنده سؤال يسأل، فجاتني عليها اتوقع 48 سؤال. فالمفروض الفيديو ده كان ينزل من اول الاسبوع اللي فات المفروض، بس زي ما قلت لكم في المنتدى في اليوتيوب انه انا كان عندي اختبارات وكده ولسه ما زالت الاختبارات، بس ما عاوز اقطع. واي زول شغال اختبارات بالتوفيق، وما اطول عليكم اكثر من كده. ما تنسوا اللايك شير سبسكرايب ويلا نشوف الفيديو. نبدا باول سؤال، كم طولك؟ طولي اتوقع ما اعرف والله ما استقريب ده. ايش نوع جوالي؟ جوالي هواوي 10 برو. لون المفضل الوردي. تخصصي جرافيك ديزاين. انا كنت حادخل تسويق بس غيرتها وقلت انه ادخل جرافيك ديزاين هو الاقرب للحاجه اللي انا بحبها يعني. متى بتسوين جوله في غرفتك؟ لما اكمل غرفتي. احبك مره. اسمي سيدين. هلا فيك سيدين. كتب تحبيها وحكمه تمشي عليها. متابعتك ساره من السودان. هلا فيك بالبلدي. كتب احبها، انا عامه بحب الروايات وبقرا روايات كثيره شديد، لا تحصى ولا تعد. وحكمه امشي عليها، ما اعرف اذا الحكمه دي في عند الكل ولا لا، بس انا عن نفسي الحكمه طنش الحمير تعيش امير. كيف يعني؟ يعني انا مثلا اكيد في ناس بينتقدوا بطريقه ما حلوه وكذا، فانا بطنشهم، لانه لو اصلا الناس ما طنشت معناه ما في زول حينجح في الحياه. عشان كده الحكمه اللي بمشي على طنش الحمير تعيش امير. بس السؤال اللي بعده يقول ايش اكثر اكله تحبيها؟ اكثر اكله احبها الدجاج. انا احب الدجاج بكل انواع، مسلوق ومشوي، بروست، اي شيء يعني، اي شيء فيه دجاج انا احب. اللي بعده يقول ايش اكثر بلد تحبيها وايش اكثر لون تكرهيه؟ نفس اللي سال السؤال اللي فات واللي سال ده. اكثر بلد احبها اليابان، ما عندي لون معين اكرهه. ليش ما تسوي روتين عنايتك ببشرتك؟ قولي اسمي ريا وبحبك يا عسل. هل فيك ريا؟ انا كمان بحبك. اذا حابين انه انا اعمل روتين العنايه ببشره اكتبوا لي تحت في الكومنت ان شاء الله حسوي. اللي بعده يقول اول شيء انا بحبك كثير كثير واتمنى تيجي سلطنه عمان. وسؤالي هو بايش تصوري فيديوهاتي؟ انا فيديوهاتي بصورها بهواوي ميت 10 برو. موهبتي والله لسه ما اكتشفت الموهبه اليوم الليله. اللي بعده يقول ليش انا ما صارت تظهر معاك كثير؟ الفيديو الفاتي ظهرت معاي، بس الفتره الفاتت كانت شغاله على قناتها، زاد عندها اختبارات، يعني دنيا كده ناس الثانوي زي ما انتم بتعرفوا يعني. كيف نحفت رنا طالعه بطله؟ والله يسعدكم جايز. ما شاء الله ما شاء الله، يعني الفيديو الاخير اذا مش شفته هخليكم الرابط في صندوق الوصف، لازم تروحوا تشوفوا الكومنتات كلها. رنا نحفت، رنا نحفت يعني نسبه 99.9% كل الكومنتات رنا نحفت كده. رنا نحفت، واو رنا صايره حلوه، رنا نحفت. المهم السؤال اللي بعده يقول كم عمرك؟ انا عمري 18 سنة، شهر 11 اكمل 19 سنة. واللي بعده اليوتيوبر المفضل لك لانا من السودان. هلا فيك لانا. شوف هنا شوف يا المساتي. انا ما عندي كده يوتيوبر مفضل مفضل يعني كده، كل فترة بدمن على فيديوهات حقت يوتيوبر بعدين بخليها، ثاني برجع ادمن فيديوهات واحد ثاني بعدين بخليها كده، يعني ما عندي وسط، عرفتوا؟ حاليا انا قاعد اتفرج في كويلي يعني لانه محتواه جدا حلو، كله قصص رعب جرائم حاجات زي دي. انا بحب الحاجات زي دي لانه بحس اني محقق كونان وانا بتفرج يعني. السؤال اللي بعده يقول شو هي هوايتك؟ بحبك. بحب ارسم، هوايتي رسم، سباحة، رسم سباحة، وبرضو احب، ما اعرف اذا دي هواية ولا لا، بس انه مش طبخ هي، بس بحب اعمل تحالي كثيرة بس كده من راسي.
أدمج مكونات من راسي وتطلع تحليل كده حلو. قول إيش الصعوبات اللي واجهتيها، وهل كان في ناس من حولك يعني زي أقاربك ولا أهلك معارضين فكرة إنك تطلعي على اليوتيوب؟ الصعوبات اللي واجهتها طبعا يعني أول يعني زي أي زوج في الحياة، البداية كانت صعبة لأنه يعني لسه زولة جديدة في الموضوع، ما عارفة كيف أصور، ما عارفة كيف أقدم المحتوى حقي. فأنا أصلا بديت اليوتيوب 2016 ما كنت محجبة، إذا في ناس يعني تابعوني من زمان لحد هسه بيعرفوا إنه ما كنت محجبة في البداية. بعدين لقيت انتقاد جدا كبير كذا يعني بصورة فظيعة وشنو كذا، ما قدرت أقوم، قفلت القناة. بعدين فتحتها مع بداية 2017، ومن يومها وأنا ماشية على حكمة طمش الحمير تعيش أمير. في البداية الصعوبات اللي واجهتني التعليقات السلبية، بس دايما دايما أي زول يمشي ورا تعليق سلبي ما حينجح. في فرق بين الانتقاد والتعليق السلبي. الانتقاد إنسان بينتقدك بطريقة جدا محترمة بحيث إنه أنت تحسن من نفسك في الحاجة اللي انتقدك فيها. أما السلبي ده فما عارفة ليه، بس أحسهم ناس مريضين كده، يحبوا يفشلوا الناس، يحبوا يكسروا الناس، يحبوا يحطموا طموح الناس اللي قدامهم، ما عارفة ليه، يمكن نقص ولا ما عارفة شنو. بس بالنسبة للجزء الثاني من السؤال، يعني هل كان في ناس من حولك يعني زي أقاربك ولا أهلك معارضين فكرة إنك تطلعي على اليوتيوب؟ في البداية كان في، بس ثاني عادي يعني طلعت على اليوتيوب. السؤال اللي بعده، ليش ما صرت تنزلي فيديوهات كثير؟ فترة كده فعلا كان غبت أتوقع شهر أو أكتر، بس كان يعني عندي ظروف، ومن يومه وأنا منتظمة عدا الأسبوع اللي فات زي ما قلت لكم كان عندي اختبارات فما نزلتها. إن عجبكم ما تنسوا اللايك الشير سبسكرايب، وباقي لنا بشوية ونوصل 70K، خلونا نوصلها بأسرع وقت. وزي ما قلت لكم الفيديوهات اللي راحت إنه إذا وصلنا على إنستغرام 10K حيكون في جيف أواي هيعجبكم ولكل دول العالم، فخلونا نوصل 10K بسرعة على إنستغرام، هتلاقوه هنا في الشاشة هنا وتحت صندوق الوصف، وكمان في أول تعليق في الفيديو. وما طول عليكم أكثر من كذا، وبس يلا باي.